من الميادين نشرة مفصلة للأنباء نبدأها بالعناوين. توتر شديد في السجون الإسرائيلية ومئة جريح بنيران قوات الاحتلال خلال قمع مسيرات تضامن مع الأسرى في الضفة والقدس. خسارة مدوية لحزب العدالة والتنمية في انتخابات المغرب وتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار وفق النتائج غير النهائية. وزير الدفاع التركي يلتقي قادة غرفة عمليات المسلحين التابعين لتركيا خلال زيارته أعزاز سوريا. المحكمة العليا البرازيلية ترد على بولسونارو وتشدد على أنها لن تتسامح مع أي تهديدات لسلطة قراراتها. الرئيس الفنزويلي يتهم نظيره الكولومبي بإعطاء أوامر للمعارضة الفنزويلية بوقف المفاوضات مع الحكومة. أهلا بكم. أصيب 100 فلسطيني خلال التصدي لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز حوارة ومفرق بيتا جنوبي نابلس وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال تصديهم لاعتداءات الاحتلال في القدس. هذا وقمع جنود الاحتلال وقفة تضامن مع الأسرى عند باب العمود، ردد خلالها المتظاهرون اسم زكريا أحد الأسرى الذين انتزعوا حريتهم من معتقل جلبوع، كما شهدت بلدتا بيت أمر والعيسوية ومدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال. وفي القدس المحتلة خرجت تظاهرة مناصرة للأسرى في سجون الاحتلال من المسجد الأقصى إلى باب العمود. الفلسطينيون رددوا هتافات مساندة للأسرى ورافضة للإجراءات القمعية التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية ضدهم، فيما وقعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال محاولة قمعها للتظاهرة. إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الصليب الأحمر الدولي أبلغ أهالي الأسرى بوقف الزيارات حتى نهاية الشهر الحالي. توازيا، قرر جيش الاحتلال الدفع بآلاف الجنود لمساعدة الشرطة في البحث عن الأسرى الفلسطينيين المتحررين من سجن جلبوع. المتحدث باسم جيش الاحتلال قال أنه تقررت زيادة قوات الجيش المشاركة في جهود ملاحقة الأسرى إلى 3 كتائب قتالية و7 سرايا. وفي سياق متصل، أفادت إذاعة كان العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية ستحقق مع عدد من عناصر مصلحة السجون حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية تحرر الأسرى بعد تعزز شبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية التحرر. ومعنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين، أهلا بك. قبل أن نسأل عن قمع التظاهرات المناصرة للأسرى، لابد من السؤال عن التوتر الشديد في سجون الاحتلال نتيجة الإجراءات القمعية الانتقامية الشرسة التي يقوم بها الاحتلال. ما هي آخر المعلومات أو المعطيات المتوفرة حول الأوضاع في السجون حاليا؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات جديدة من داخل السجون بسبب عدم وجود اتصالات. اليوم الصليب الأحمر أبلغ أهالي الأسرى بأنه لن يكون هناك زيارات للأسرى في السجون لهذا الشهر، شهر أيلول، وهي جزء من الخطوات العقابية. بالأمس كان هناك توتر في كل السجون الإسرائيلية، سجن مجدو، ريمون، النقب، عوفر،
جلبوع كلها شهدت حالة من التوتر الشديد ما بين الأسرى الذين انتفضوا للدفاع عن أنفسهم وتحديدا عن أسرى الجهاد الإسلامي الذين قامت قوات الاحتلال بعزلهم وتفريقهم، نقلت أعداد كثيرة منهم وفرقتهم على السجون بالنية تحطيم البنية التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي في داخل السجون، هي تريد أن تعاقبهم من خلال التفريق. بحسب ما أفدنا بأن 300 من الأسرى في سجن جلبوع تم نقلهم، لكن لا يوجد 100 أسير آخرين لا زالوا موجودين في سجن جلبوع، أوضاعهم غير معروفة، أين نقلوا أين ذهبوا لا أحد يعرف عنهم أي شيء، لكنهم لا زالوا متواجدين في سجن جلبوع. أيضا هناك خطورة على الأسرى في سجن رمون الذي شهد إحراق لعدد من الزنادين وشهد عمليات تنكيل وضرب، لأن سجن رمون فيه كبار السن وفيه المرضى أيضا، وبالتالي هناك تخوف على حياتهم. أهالي الأسرى قلقين جدا، خصوصا أنه حتى المحامين لم يتمكنوا من الذهاب والإطمئنان على أحوال الأسرى، لا يوجد اتصالات والآن ألغيت الزيارات، وبالتالي هناك حالة من الغموض حول أوضاع الأسرى وهناك حالة من القلق في الشارع الفلسطيني ولدى أهالي الأسرى حول أوضاعهم، لكن هناك نية واضحة لدى الأسرى موحدين كافة، ليس فقط الجهاد الإسلامي، ليس فقط فتح، إنما كل الأسرى، بأنه إذا ما واصلت إسرائيل ومصلحة السجون حملتها ضد الأسرى من خلال العزل والتنكيل والقمع، فإنهم سيعلنون الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام في الفترة المقبلة. هناك قرار آخر لدى أسرى الجهاد الإسلامي بأنه إذا تم واصلت إسرائيل عمليات النقل للأسرى وعزلهم، هناك 12 أسير من أسرى الجهاد الإسلامي تم عزلهم في سجن عوفر مثلا، إذا ما واصلت هذه العمليات فإنه الأسرى أخذوا قرارا بإحراق الزنادين، أي غرفة تدخلها قوات القمع قوات المتسادة فإن أسرى الجهاد الإسلامي سيقومون بمزيد من حرق الزنادين والانتفاض من أجل كرامتهم وحريتهم، وهم أصدروا بيانا بهذا الموضوع وقالوا أنهم سيدافعون عن حريتهم وعن كرامتهم وعن إنجازاتهم التي حققوها بأنفسهم. نسرين، يعني العديد من مسيرات التضامن مع الأسرى خرجت في بلدات وقرى الضفة وفي القدس أيضا، ماذا عن تفاصيل ذلك وهل من المرجح أن نشهد المزيد من هذه المسيرات؟ طبعا هذه المسيرات جاءت بدعوة من كل القوى الوطنية والفصائل الوطنية، وشهدت كل المدن الفلسطينية بالأمس تظاهرات، بعض هذه التظاهرات حتى خرج في مناطق نائية بشكل عفوي انتفاضة ونصرة من أجل الأسرى. الأسرى هم يعني جزء مهم جدا في النسيج الفلسطيني، لا يوجد بيت تقريبا لا يوجد له أسير أو كان له أسير في سجون الاحتلال، وبالتالي شاهدنا بالأمس كل المدن الفلسطينية تنتفض من أجل الأسرى. كان هناك 100 إصابة في حوارة، لكن كان هناك عشرات التظاهرات في القرى، في بيت أمر والعروب تحديدا كان هناك يعني تصدي من قبل الشباب لقوات الاحتلال بقوة، ويعني رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، طبعا قوات الاحتلال ردت بعنف شديد من خلال إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، كان هناك إطلاق للرصاص الحي في بيت أمر والعروب، أيضا شاهدنا بالأمس إطلاق للرصاص باتجاه قوات الاحتلال في أكثر من منطقة تماس تحديدا في منطقة العيسوية وفي منطقة بيت إيل، وأيضا كان هناك إطلاق النار في عند حاجز قلنديا إلى جنوب إلى شمال مدينة القدس طبعا. ويعني هذه التظاهرات من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة إذا لم توقف إسرائيل هجمتها باتجاه الأسرى. مراسلة الميادين نسرين سلمي حدثتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. في غضون ذلك تسود حالة من التوتر الشديد عددا من سجون الاحتلال بسبب استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على الأسرى. تقرير نسرين سلمي. إلى الشارع هبوا نصرة وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال. التظاهرات عمت مدن الضفة الغربية بدعوة من القوى والفصائل الوطنية. أهالي الأسرى وأسرى محررون كانوا أول من هتف في التظاهرات ضد السجان، وأعلنوا أن تظاهراتهم ستتواصل إلى حين وقف هجمة مصلحة السجون على الأسرى. احنا كأهالي أسرى يعني إن يومين عايشين على أعصابنا، إيش اللي قاعد بيصير في السجون؟ ما في تواصل نهائيا من داخل السجون، وأكبر قلق على الأسرى اللي كانوا في سجن جلبوع، وهم على فكرة يعني كل وسائل الإعلام تناقلت إن تم نقلهم من سجن جلبوع، بس هم ما زال جزء منهم موجودين في سجن جلبوع وما في ولا أي طريقة تواصل معهم. التظاهرات تحولت إلى تصد للاحتلال قرب مناطق التماس في الخليل جنوبا وبيتا قرب نابلس، فيما دعا المتظاهرون الفلسطينيين ككل إلى الوحدة خلف الأسرى والانتصار لهم حتى لا تستفرد بهم قوات الاحتلال.
مطلوب الجميع التضافر كل الجهود من أجل نصرة الأسرى وإسنادهم والوقوف معهم في كل الساحات وفي كل الميادين في الخارج والداخل في كل فلسطين من بحرها إلى نهرها. التظاهرات كانت قد انطلقت بعدما هاجمت قوات الاحتلال الأسرى في سجون النقب ومجدة وريمون وعوفر، واعتدت عليهم بالضرب والتنكيل وإطلاق الغاز، ما أدى إلى عدد من الإصابات، فيما رد الأسرى بإحراق عدد من الزنازين احتجاجا على عمليات القمع. هذه الحملة حملة شرسة خطيرة إجرامية، نحن نحذر من مخاطرها على أسرانا، ولذلك ما ترونه اليوم هو هبة شعبية فلسطينية عامة في كل الوطن دفاعا عن الأسرى، ونحن أيضا سنسعى إلى هبة دولية كبرى لردع الاحتلال عن البطش الذي يقوم به ضد أسرانا وأسيراتنا البواسل. يشار إلى أن الأسرى أعلنوا أن معركتهم مع الاحتلال ستتواصل إذا ما واصلت مصلحة السجون عزل أسرى الجهاد وتفريقهم من خلال نقلهم إلى سجون مختلفة. وكما توحد الأسرى في مواجهة سجان وحدت قضيتهم الشارع الفلسطيني الذي خرج لإسنادهم ولم يتركهم وحيدين في مواجهة قمع الاحتلال الإسرائيلي. نسر سلمي، رام الله، الميادين. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب أن المقاومة لم تغمد سيفها بعد وستشهره في أي وقت لحماية الأسرى. شهاب وخلال مسيرة جماهيرية شدد على أن ما يجري للأسرى داخل سجون الاحتلال جريمة لا تغتفر، مشيرا إلى أنهم مستعدون لكسر القيد. نحن نقول إن خلف الأسرى شعب، وخلف الأسرى مقاومة، وخلفهم مقاتلون لن يغمد سيفهم بعد، ولن يغمد بإذن الله تعالى. وسيف القدس الذي استل وأشهرته المقاومة لحماية القدس والمقدسيين والشيخ جراح والحرائر، هذا يمكن في كل لحظة أن يشهر دفاعاً عن الأسرى. ولذلك على العدو أن يفهم الرسالة جيداً وأن يلتقط الرسالة قبل فوات الأوان، لأن المقاومة والشعب الفلسطيني لن يترك أسراه خلف القيد. أكدت الحركة الأسيرة أن الأسرى يواجهون محرقة نازية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي رسالة وجهتها إلى الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية دعت إلى الثورة دفاعا عن الحرية والكرامة، وتوجهت بالتحية إلى الأسرى الذين انتزعوا حريتهم بأيديهم رغم أنف السجان. حذرت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية من المساس بالأسرى المتحررين من سجن جلبوع، مؤكدة أن كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب والمقاومة لنصرتهم. وفي اجتماع طارئ في مدينة غزة حملت اللجنة الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية عن حياة الأسرى، داعية الشعب الفلسطيني إلى توفير الحماية للأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع عبر منع جيش الاحتلال من الوصول إليهم. اللجنة دعت مصر والوسطاء كافة إلى الضغط على الاحتلال لوقف الهجمة الإسرائيلية المتواصلة على الحركة الأسيرة، كما حضت الجماهير العربية وأحرار العالم على رفع الصوت دعما لنضال الشعب الفلسطيني. اعتبرت حركة أبناء البلد الفلسطينية أن السياسة الصهيونية الانتقامية من الأسرى تأتي للتغطية على فشل المنظومة الأمنية القمعية بمختلف مسمياتها. وأشارت الحركة في بيان إلى أن إقدام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تنفيذ حملة انتقامية داخل السجون وخارجها هو دليل على تخبط هذه الأجهزة وارتباكها، مشددة على أن الأسرى في خطر ويتعرضون لسياسة تصفية معنوية ونفسية وحتما ستصل إلى الجسدية. ودعت الحركة إلى تكثيف العمل الشعبي الجماهيري الداعم والمساند للأسرى وتفاعل كل القوى الوطنية في الداخل للحشد لهذه المهمة الوطنية والإنسانية.
قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت إن ما حدث في السجون ومع الأسرى الفلسطينيين قد يؤثر مباشرة على كل الجبهات. كلام بنت جاء خلال جلسة التقييم الأمني فيما يتعلق بالأسرى الستة المتحررين بمشاركة وزير الأمن بني جانتس وعدد من المسؤولين، حيث قال بنت إننا جاهزون لكل السيناريوهات. إلى ذلك أكد مسؤول كبير في مصلحة سجون الاحتلال أن السلطات الإسرائيلية تستعد لانتشار ما وصفه بالأحداث السلبية في جميع السجون الأمنية في إسرائيل. نظمت حركة حماس والجهاد فعاليات جماهيرية حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال على الأسرى في سجونه وابتهاجا بانتزاع الأسرى الستة حريتهم. تقرير أحمد غانم. ابتهاجا بانتزاع أسرى جلبوع حريتهم من بين يدي السجان الإسرائيلي وتنديدا بالقمع والتنكيل اللذين استهدفا الأسرى داخل عدة سجون إسرائيلية، جابت مسيرة حاشدة لحماس شوارع شمال القطاع لتأكيد وقوف المقاومة خلف الأسرى وللتشديد على أن حمايتهم مسؤولية وطنية. نقول للمقاومة في قطاع غزة، عليكم أن تحموا أسرانا البواسل، هم أمانة في أعناقنا جميعا وفي أعناقكم أنتم، هؤلاء حمايتهم عليكم. هؤلاء الأسرى هم أبناؤنا، هم قادتنا، هم الذين صنعوا المجد، هم الذين صنعوا التاريخ. أما أن يحاول هذا الاحتلال التفرد بهؤلاء الأسرى، لن تسكت المقاومة ولن تسكت كتاب القسام. وخلال وقفة حاشدة أمام مقر الصليب الأحمر وجهت حركة الجهاد الإسلامي تحذيرات شديدة اللهجة إلى الاحتلال لوقف اعتداءاته على الأسرى ولا سيما تلك التي طالت أسرى الجهاد بعد تحرر أسرى جلبوع، تلك الاعتداءات التي ترى فيها الحركة تغطية على فشل إسرائيل الأمني. لن نترك الأسرى فريسة محتل صهيوني يفعل بهم ما يشاء، وعلى الوسطاء والمعنيون بالهدوء أن يتحركوا قبل فوات الأوان. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التنكيل المستمر بحق أسرانا، ولذلك ندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى حماية الأسرى. معركة الأسرى الفلسطينيين هي معركة كل الشعب الفلسطيني، وفصائل المقاومة لن تترك أسرانا وحدهم وستنتصر لهم بالطريقة التي تراها مناسبة. ودعت الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مناطق التماس للضغط عليه لوقف إجراءاته العدوانية بحق الأسرى. تزايد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال يقابله تصاعد واضح في الحراك الشعبي المناهض للعدوان الإسرائيلي وتأكيد لتلاحم الشارع مع قضية أسراه. أحمد غانم، غزة، الميادين. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية تخطت 50% من أصوات الناخبين. النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب أظهرت تعرض حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي لهزيمة قاسية، إذ لم يحصل سوى على 12 مقعدا. ووفق نتائج أعلنها وزير الداخلية فجر اليوم بعد فرز 96% من الأصوات، فقد اكتسح حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395. حزب التجمع الوطني للأحرار 97 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 82 مقعدا، حزب الاستقلال 78 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 20 مقعدا، الاتحاد الدستوري 18 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 12 مقعد، الأحزاب الأخرى 12 مقعد. حضرات السيدات والسادة، لقد برهنت المملكة المغربية أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات، آملين في أن تساهم هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
ومن الرباط ينضم إلينا الكاتب الصحفي يونس مسكين. سيد يونس أهلا وسهلا بك. عدة صحف ومواقع إخبارية أوردت أنه لولا الكوتا لما حصل حزب العدالة والتنمية على أي مقعد في البرلمان. ماذا يعني ذلك؟ كيف يمكن شرحه؟ صباح الخير، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. هذا الأمر يبدو من سخرية الأقدار، ذلك أن ما يسمى بالكوتا أو ما يعرف في المغرب بالقاسم الانتخابي، وهو الطريقة التي يتم بها توزيع المقاعد حسب الدوائر، وضعت أساسا وفي الأصل لتحد وتخفض من عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية. فإذا بالأمور تنقلب لدرجة أصبح هذا القاسم الانتخابي وهذه الكوتا هي التي أنقذت ما أوجه حزب العدالة والتنمية ومنحته عدد المقاعد الذي سجل لحد الآن، ذلك أن طريقة اكتساب المقاعد أصبحت تمنع على الحزب الأول المتصدر لنتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية، وإن كان قد حصل عدد كبير من المقاعد من الأصوات، أن يحصل على أكثر من مقعد واحد، وبالتالي أصبحت المقاعد توزع على اللوائح بحسب الترتيب الذي جاءت به النتائج. وهنا أصبح العدالة والتنمية يحصل على مقعد في بعض الدوائر وبشكل نادر، ولولا هذه الكوتا وهذا القاسم لكان خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار قد حصل على أكثر من مقعد واحد في العديد من الدوائر، وبالتالي لكانت نتيجته أكبر من 100 مقعد أو 97 مقعد المسجلة حتى الآن، ولما حصل تقريبا حزب العدالة والتنمية على أي مقعد بصفة نهائية. وهذا من 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 غرائب العملية الانتخابية والنظام الانتخابي في المغرب، ذلك أنه أصبح عاصيا على التوقع، لم يكن هناك أي من المراقبين سواء من الإعلاميين أو من الأكاديميين أو من السياسيين سواء من داخل حزب العدالة والتنمية أو من صفوف خصومه، لم يكن أحد على الإطلاق يتوقع هذه النتيجة التي سجلت اليوم، ويتوقع أن يصبح القاسم الانتخابي أو الكوتا الذي جرى تمريره في البرلمان في شكل قانون بتحالف لجميع الأحزاب السياسية ضد حزب العدالة والتنمية وحده الذي كان يرفضه، وهذا كان كله تحسبا لمنعه من مراكمة عدد كبير من المقاعد ليصبح في النهاية هو نافذة الأمل التي يحصل من خلالها على بعض المقاعد. أستاذ يونس، يعني هذا التراجع الكبير أو سقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية في المغرب كيف يمكن تفسيره؟ هناك مجموعة من التفسيرات، لا شك أن هناك تفسيرات ترتبط بالضغوط وبالتخطيط الذي سبق هذه الانتخابات من طرف يعني الجهات الوصية على تنظيم الانتخابات، هذا بشكل واضح ولا يمكننا أن ننكره، كان هناك تخطيط مسبق عن سبق إصرار وترصد لقص أجنحة حزب العدالة والتنمية ومنعه من تكرار الانتصارات التي حققها في انتخابات أعوام 2011 و2016، وهذا التخطيط والتحضير الذي شمل المنظومة القانونية امتد في الفترة الأخيرة، وهذا أيضا أمر واقعي لا بد أن نسجله، امتد ليشمل نوع من التساهل والتواطؤ مع جهات تملك يعني إمكانات مالية كبيرة قامت بتوظيف هذه الإمكانيات في استقطاب وإغراء المرشحين القادرين على النجاح وأيضا في خوض الحملات القوية، لكن هذا لا ينفي لأن النتيجة جاءت أكبر ومتجاوزة لما كان يمكن أن تحققه هذه الضغوط. السبب الحقيقي والأول الآن الذي أصبح يفسر هذه الانتكاسة وهذا السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية هو قرار للناخب المغربي، وهذا الأمر بكل صراحة إلى آخر لحظة قبل تصريح وزير الداخلية في فجر اليوم لم يكن أحد يتوقعه. الناخب المغربي هو الذي قرر أن يسقط هذا الحزب، ويكفي أن أعطي بعض الأمثلة في بعض الدوائر مثل مدينة طنجة ومدينة الرباط ومدينة سلا ومدينة الدار البيضاء، حيث كان الحزب يحصل بسهولة على عشرات الآلاف من الأصوات، مثلا 60,000 صوت كان يحصل عليه في مدينة طنجة ما كان يخوله الحصول على مقعدين أو ثلاثة بكل سهولة، بالكاد حصل على 5,000 أو 6,000 صوت. نفس السيناريو تكرر في المدن الكبرى، وبالتالي التفسير الحقيقي هو نوع من التصويت العقابي ضد اختيارات ومواقف حزب العدالة والتنمية. سيدي، إلى أي مدى أثر تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والذي قادته حكومة سعد الدين العثماني على شعبية حزب العدالة والتنمية في المغرب؟ هذا صحيح، للمجموعة من القرارات والمواقف التي اتخذها أو وافق عليها أو صمت أمامها حزب العدالة والتنمية أثرت على شعبيته وأثرت بدرجة أساسية على تماسك تنظيمه الداخلي وعلى تعبئة أعضائه أولا ثم متعاطفيه وشبكة المتعاطفين التي كانت تحاول له الحصول على عدد كبير من الأصوات.
سكوت حزب العدالة والتنمية وقبوله بالتوقيع على اتفاقية التطبيع أو اتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحضور أمينه العام بصفته رئيس الحكومة وتوقيعه هو شخصيا هذا التطبيع، أعتقد أنه أثر بشكل كبير لأنه شكل نوعا من الصدمة في الأوساط السياسية والمدنية المؤيدة أو المتعاطفة مع حزب العدالة والتنمية، وبالتالي لم تعد ترى هناك من جدوى للتصويت عليه إذا كان سوف يصل إلى الحكومة وسوف يصل إلى صدارة المجلس السياسي والبرلمان المغربي، ثم يمرر أو يوافق على مجموعة من القرارات التي لا تتوافق مع وعوده الانتخابية ومع المواقف السياسية والإيديولوجية التي يعلنها والتي من خلالها يعبئ ويحشد أتباعه ويحشد الأنصار من صفوف المواطنين العاديين الذين لا انتماء سياسي لهم لكنهم يصوتون له على اعتبار المواقف السياسية والإيديولوجية وحتى المواقف المرتبطة بالقضية الفلسطينية وبالهوية وبالمرجعية الإسلامية إلى آخره. إذن هذا كان له تأثير كبير، أعتقد أنه كان القطرة التي أفاضت كأس حزب العدالة والتنمية. الكاتب الصحفي يونس مسكين حدثنا من الرباط، شكرا جزيلا لك. التقى وزير الدفاع التركي خلوص أكار خلال زيارته منطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي قادة غرفة عمليات عزم وقيادة مسلحي الفيلق الثالث فيما يعرف بالجيش الوطني التابع لتركيا. الزيارة التي استمرت أكثر من ساعة ونصف تمت بالقرب من معبر باب السلام الحدودي مع تركيا، وتأتي هذه الزيارة بعد تعرض إحدى القواعد التركية لقصف بصواريخ جراد أدى إلى مقتل جندي تركي. دخلت وحدات الجيش السوري أحياء درع البلد وأقامت نقاطا لها داخلها، تطورات تسهم في طي ملف جنوب سوريا وإحباط محاولات إقليمية لإبقائه نازفا للضغط على دمشق. تقرير محمد الخضر. العلم السوري يرفرف خفاقا على دوار المصري في قلب درع البلد بعد غياب زاد عن 10 سنوات. تكمل وحدات الجيش بنودا مهمة في اتفاق التسوية بتثبيت 9 نقاط لها داخل الحي. عقدة أحياء درع البلد إلى الحل بعد مطبات كثيرة، مطبات راهن الخارج عليها في محاولة لإبقاء نزف الجسد السوري من درع جنوبا إلى أرياف إدلب التي تعرضت لتصعيد مدعوم تركيا شمالا. تنزع دمشق أوراق استنزاف خطيرة على الجبهة الجنوبية، شهران ونصف الشهر من التفاوض والاستيعاب والتلويح بالقوة، تطوي صفحة دامية للمحافظة والجنوب السوري. عاد الهدوء، عاد الطمأنينة والأمن والأمان لأهل درع البلد، بل وللجنوب السوري كاملة ولسوريا كاملة. احنا الحمد لله بفضل الله عز وجل استطاعت وجوه العشائر بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومع الضامن الروسي للوصول لهذا الهدوء. أجواء أمان بدأت تلقي بظلالها على درع البلد، تبدد ركاما من اليأس والظلام خيمت على المنطقة لسنوات. تكمل وحدات الجيش مهمة توقفت عام 2018، تفتيش عن الأسلحة وتدقيق في البطاقات الشخصية وفتح طرق تمهيدا لعودة آلاف النازحين إلى بيوتهم. بعد دخول الجيش العربي السوري نحن متواجدين بحي درع البلد على الدوار المصري، وأثناء قيام الجيش بفتح الطرقات وإن شاء الله إعادة الأهالي والوضع الطبيعي والأمان لأهالي درع البلد. نحن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري نقوم بإزالة السواتر والأتربة وفق ضمن الاتفاقية بالتسوية في أحياء درع البلد. خلال 3 أيام تمت تسوية أوضاع أكثر من 1000 شخص من تلك الأحياء، وتم تسليم نحو 120 قطعة سلاح. تنفيذ الاتفاق يسير بوتيرة متسارعة بزخم اللجان الأمنية والعسكرية والشرطة العسكرية الروسية وإشرافها. على الأرض أفشل الجيش السوري رهانات إقليمية كانت تهدف إلى إبقاء درعا والجنوب عموما جرحا نازفا في الجسد السوري. تطور ميداني وسياسي يعزز موقع دمشق في مواجهة عواصم إقليمية طالما راهنت على إذكاء نار الحرب والدمار، إضعافا لدور سوريا ولعرقلة نهوضها من عشرية الدم. محمد الخضر من درعا جنوب سوريا، الميادين. استضاف الأردن الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، مصر والأردن وسوريا ولبنان، حيث تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز المصري إلى لبنان. لنا شاهين والتفاصيل.
أخيرا سيشق الغاز المصري طريقه إلى لبنان مرورا بالأردن وسوريا، هذا ما أجمع عليه وزراء طاقة الدول الأربع في اجتماعهم الذي عقد في عمان، والذي سبقه اجتماع للفرق الفنية للاتفاق على الأمور التقنية والجداول الزمنية. البنية التحتية هي شبه جاهزة، لكن بما أنه الخط لم يستخدم باتجاه لبنان منذ 10 سنوات، فهناك بعض الأعمال اللي يجب أن نقوم فيها لنتأكد من جاهزية الخط. يجب لنا أن نتحقق من كل الشبكة وكل المرافق الخاصة بتداول الغاز. كل دولة ستتحمل تكلفة إصلاح خطوط التوصيل في أراضيها، والكلام للوزيرة الأردنية. أما الوزير السوري فاتهم أمريكا بسرقة حقول الغاز السورية، لافتا إلى أن الأعمال الإرهابية حالت دون استمرار تدفق الغاز. الشبكة السورية في طور جيد جدا من الجاهزية، والفرق الفنية الآن اجتمعت في الصباح ووضعنا خطة عمل كما تفضلت سيادة الوزيرة، سيتم العمل عليها خلال 3 أسابيع القادمة ومن ثم تقييمها. نحن عم نشتغل مع البنك الدولي لتأمين الغطاء المالي المزبوط، يعني البارشل ريسك جارنتي والبريدج فاينانسينج، يعني في حال صار في ديفولت من حدا البنك الدولي هو اللي بيضمن انه بيصير الدفع بطريقة مزبوطة. الغاز المصري سيزود لبنان حاليا ب 450 ميجاوات، ما يعني توفير نحو 4 ساعات من الطاقة الكهربائية. خارطة الطريق لاستجرار الغاز المصري وضعت، لكنها تنتظر اللمسات الأخيرة من قبل الفرق الفنية وضمن جداول زمنية. أما قضية تزويد الأردن لبنان بالكهرباء فهي قيد البحث لوضع خطة عمل لإعداد الاتفاقيات والتأكد من جاهزية البنى التحتية. لنا شاهين عمان، آل نيادين. قمة عمان الاقتصادية في الأردن لا تخلو من أبعاد سياسية في عودة الحضور السوري بقوة ضمن ملفات المنطقة الاستراتيجية. تقرير ديما نصيف. الواجهة الاقتصادية لاجتماع وزراء الطاقة الأردني والسوري والمصري واللبناني في عمان أضعف من أن تحجب أبعاده السياسية التي يصح فيها الوصف أنها من صنف التحولات الإقليمية. فالسياقات السياسية بعد بدء سوريا وحلفائها مواجهة العقوبات والحصار بخطوات هجومية بدأت تثمر سريعاً. تحولات فرضت سريعا وقائع ميدانية جديدة لتأمين خط الغاز من الأردن إلى لبنان وسوريا، وهو أمر يتجاوز الدور الوظيفي للمجموعات المسلحة في درعا التي أسدل الستار على وجودها هناك. دخول الجيش السوري إلى أحياء درعا البلد وضع نقطة النهاية على تسوية سياسية إقليمية أعادت الجنوب كاملا إلى الدولة السورية، ولم يعد في الطريق الواصل بين عمان ودمشق ومنها إلى بيروت أي قوة يمكنها قطع هذا الاتصال الجغرافي بين الدول الثلاث، ما يعيد سوريا طرفا محوريا في قضايا المنطقة من البوابة الاقتصادية أولا. خطوة بدأها لبنان عبر زيارة رفيعة المستوى إلى دمشق، وها هي دمشق تكملها في عمان. لا حلول اقتصادية لدول المنطقة من دون تكاملها، ولا تكامل من دون سوريا. هذه المعطيات الصلبة تؤكدها الوقائع الأخيرة. ورغم اختلاف النظرة والمصالح إلى دمشق من كل من عمان وبيروت طوال حرب السنوات العشر، أعاد ثبات سوريا وانتصارها الحسابات السياسية في كلتا العاصمتين بعد فشل الرهانات الأمريكية على إمكانية عزل دمشق عن محيطها لتضييق الخناق والحصار عليها. ويمكن الجزم من دون المخاطرة بالقول إنه لولا قرار المقاومة والخرق الاستراتيجي الصادم عبر نواقل النفط الإيرانية ما كان لواشنطن أن تدفع باتجاه عقد اجتماع عمان، وهو ليس أقصى ما ستسمح به واشنطن بعد تصلبها في وجه أي تعامل أو تعاون مع دمشق. يبدو أنها البداية فقط، تقال هنا بحذر. مشهد عمان مؤشر واضح على أن التحولات الإقليمية تفرض بأوراق القوة لا بالخضوع.
على طاولة اجتماع الطاقة تبدو سوريا وقد فرضت حضورها مستندة إلى نتائج الميدان واستثمار موقعها الجيوسياسي، وهو مفصل إقليمي سيكون له ما بعده. ديما نصيف، دمشق، الميادين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعلق عضوية غينيا فيها. من جديد أهلا بكم. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على إرهابيين في محافظة الأنبار. الخلية وفي بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أكدت أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الاستخبارات في وزارة الدفاع تم إلقاء القبض على الإرهابيين على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات سامراء وفي منطقة الأزركية بناحية السقلوية بقضاء الفلوجة، وأشارت إلى أنه جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة. أفشلت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق المحاولة الرابعة لتنظيم داعش لاستهداف مدينة أربيل. مجلس أمن إقليم كردستان نشر اعترافات مصورة لخمسة إرهابيين كانوا يخططون لعمليات انتحارية داخل المدينة، وأظهرت اعترافاتهم أن المهمة الرئيسية للمجموعة كانت القيام بعدد من التفجيرات في مراكز الأسواق المزدحمة واغتيال عدد من الشخصيات الأمنية والسياسية. وينضم إلينا من الموصل مراسل الميادين محمد الفهد. محمد أهلا بك. إذن نبدأ من الخبر الأخير، وهو محاولة أو إفشال محاولة لتنظيم داعش لاستهداف مدينة أربيل قبل شهر على الانتخابات التشريعية في العراق. هذه العمليات إلى ماذا تهدف تحديدا؟ نعم، هي ليست العملية الأولى التي تعلن فيها السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق عن إفشال هكذا مخططات وفق ما تعلنه من بيانات أمنية، وحتى بث اعترافات لعناصر تقول أنهم تابعين لتنظيم داعش. إفشال هذه العملية يأتي في وقت يوصف بالوقت الحساس لاعتبار أن الانتخابات المبكرة على الأبواب، وهنالك تنافس محموم بين مختلف القوى السياسية والأحزاب للمشاركة في هذه الانتخابات في المحافظة الواحدة، لاعتبار أن هنالك دوائر متعددة في المحافظات والتنافس على أشده، وبالتالي أن أي خرق أمني يحدث إن كان في أربيل، في بغداد، في أي محافظة أخرى قد يؤثر على سير الانتخابات أو يعكر صفو البيئة التي تقوم القوى الأمنية بتهيئتها من أجل أن تجرى هذه الانتخابات، لاعتبار أن من أهم متطلبات الانتخابات توفير الأمن وحماية أمن المواطن والمراكز الانتخابية، وكذلك تهيئة الأجواء ما قبلها كي تكون هنالك مشاركة فاعلة من قبل المواطنين. وماذا عن آخر التطورات المتعلقة بالملف الانتخابي ولا سيما الحملات الانتخابية لمختلف المرشحين؟ فيما يخص الملف الانتخابي في محافظة نينوى وتحديدا في مركز الموصل، هنالك 15 تحالفا تتنافس و40 حزبا وشخصيات مستقلة تتنافس الآن داخل محافظة نينوى. هنالك تنسيق ما بين الأجهزة الأمنية في المحافظة وما بين مكتب مفوضية الانتخابات لتأمين وحماية المراكز الانتخابية، وكذلك حماية حياة المرشحين وحماية أيضا إجراءات ونشاطات مفوضية الانتخابات. المفوضية في هذا التوقيت تقوم بورش عديدة لتدريب موظفيها الجدد البالغ عددهم أكثر من 40,000 موظف جديد. كذلك المفوضية الآن لديها فرق جوالة لرصد المخالفات في شوارع الموصل، وقالت أنها رصدت عدة مخالفات هنا في المدينة. كذلك نسقت مع دائرة بلدية ومقامية الموصل من أجل رصد المخالفات ومحاسبة المقصرين. كذلك في الموصل هنالك برزت عدة تحالفات تتنافس الآن أو هي الأبرز على الساحة، منها تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، وكذلك تقدم بقيادة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الحالي، وأيضا المشروع الوطني للإنقاذ بقيادة أسامة النجيفي وتحالف الفتح في سهل نينوى، وكذلك شخصيات مستقلة عديدة تشارك الآن هنا في الموصل وتتنافس على 34 مقعدا في
8 دوائر في المحافظة. مراسل الميادين محمد الفهد حدثنا من الموصل، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية ونتائج قمة بغداد. عبد اللهيان تطرق في اتصاله الهاتفي إلى إقامة مراسم الأربعين وتطلعات بلاده لتعاون أوسع مع العراق، حثا على السماح لعدد أكبر من الزوار لحضور المراسم ضمن رعاية الإجراءات الصحية. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن وزير الخارجية القطري سيزور طهران اليوم ويلتقي نظيره حسين أمير عبد اللهيان. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني أهمية المشاورات بين إيران والإمارات العربية بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وخلال اتصال تهنئة أجراه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد مع عبد اللهيان على تعيينه وزيرا للخارجية، أكد عبد اللهيان الصداقة بين البلدين والموقف الإيجابي لقادة البلدين في دعم تنمية العلاقات الثنائية. في الشأن الأفغاني، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن أي شرعية دولية تبحث عنها حركة طالبان يتعين عليها كسبها أولا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب اجتماع وزاري حول أفغانستان في قاعدة رامشتاين بألمانيا، كرر بلينكين رد الولايات المتحدة الأولي الحذر على إعلان طالبان تشكيلة حكومية مؤقتة، مشددا على أنه سيتم الحكم على الحكومة وطالبان من خلال الأفعال. عين الطالبان حكومة مؤقتة جديدة، نحن نقيم الإعلان، ولكن على الرغم من التصريح بأن الحكومة الجديدة ستكون شاملة، فإن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصريا من شخصيات تنتمي إلى طالبان أو مقربين منها، ولا وجود لعنصر النساء فيها. نحن قلقون أيضا بشأن الانتماءات وسجلات وخلفيات بعض الأفراد في الحكومة. نحن نفهم أن طالبان قدمت الحكومة على أنها حكومة تصريف أعمال، سنحكم عليها من خلال أفعالها، وتعاملنا مع طالبان مؤقتا أو لفترة طويلة الأمد سيكون بغرض تعزيز المصالح الوطنية. أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يقوم بجولة خليجية أرجأ إلى أجل غير مسمى زيارة كان مقررا أن يقوم بها للسعودية. مسؤول في البنتاغون قال أن زيارة الوزير للمملكة أرجئت بسبب مشاكل تتعلق بالجدول الزمني، مضيفا أن أوستن يتطلع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة. استنتاجات فريق الخبراء الخاص بالتحقيق في الانتهاكات في اليمن، ولا سيما بشان استهداف غارات التحالف السعودي لأطفال اليمن، تمثل ضربة لقرار الأمين العام للأمم المتحدة الذي شطب السعودية من اللائحة السوداء الخاصة بالانتهاكات بحق الأطفال. تقرير مسعاصي. لم يحمل التقرير الرابع لفريق الخبراء الدوليين الخاص باليمن أي جديد سوى الشعور بخيبة الأمل من جراء المراوحة وعدم الاكتراث الدوليين بالأزمة اليمنية. الانتهاكات وفي مقدمتها تلك التي يرتكبها التحالف السعودي لا تزال مستمرة، أخطرها الحصار المفروض وتبعات الفقر والمجاعة. وغارات التحالف الجوية مستمرة بمعدل 10 غارات يوميا، وبعضها يستهدف الأطفال، أمر دفع رئيس الفريق إلى استغراب القرار الصادر عن أمين عام الأمم المتحدة بشطب التحالف السعودي من اللائحة السوداء الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال. عبرنا عن أسفنا حينما استنتجنا أنه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لم يقع تعرض إلى الأطفال كضحايا الحرب، وخاصة أنهم هم ضحايا الغارات الجوية، هم ضحايا القصف العشوائي. وكان من المفروض أن يقع أيضا وضع أطراف الصراع كلها في هذا التقرير، وليس فقط الاقتصار على طرف واحد اللي هو الحوثيين فقط. 131,000 يمني على الأقل قتلوا منذ بدء الأزمة بسبب نقص الأغذية والدواء وتدمير البنية التحتية. إن الهجمات على منشآت إنتاج الغذاء والحصار المفروض على ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء من قبل الحكومة اليمنية والتحالف تمنع المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة.
فريق الخبراء اعتبر أن مواصلة بيع الأسلحة دفاعية كانت أم هجومية للأطراف المحلية والإقليمية المشاركة في الحرب على اليمن تتحمل المسؤولية بدورها عن حصول الانتهاكات. تقرير فريق الخبراء الذي يؤكد استهداف غارات التحالف السعودي الأطفال في اليمن يضع الأمم المتحدة وأمينها العام في وضع حرج جدا بعد قرار أنطونيو غوتيريش منتصف العام الجاري شطب التحالف من اللائحة السوداء الخاصة بالأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال. موسى عاصي، جنيف، الميادين. شددت المحكمة العليا البرازيلية على أنها لن تتسامح مع أي تهديدات لسلطة قراراتها. رئيس المحكمة العليا البرازيلية قال إن تشجيع الناس على عصيان أحكام المحكمة عمل مناهض للديمقراطية. ويأتي موقف المحكمة بعد رفض الرئيس جاير بولسونارو الامتثال لقرارات أحد أعضائها، واصفا الانتخابات الإلكترونية بالمهزلة. بروح ديمقراطية لن تقبل هذه المحكمة العليا أبدا أي تهديد لاستقلاليتها، ولن تقبل الترهيب لدى ممارسة وظائفها الطبيعية. لن تتسامح المحكمة العليا مع التهديدات لسلطة قراراتها. إذا كان هناك ازدراء للقرارات القضائية من قبل أولئك الذين يتولون السلطة، فإن هذا الموقف يمثل هجوما على الديمقراطية ويمثل مسؤولية جنائية يجب التعامل معها من قبل الكونغرس. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن المحادثات الفنزويلية بين الحكومة والمعارضة تواجه محاولات لإفشالها. وخلال كلمة تلفزيونية أكد مادورو وجود تعليمات كولومبية لأعضاء الوفد المعارض من أجل وقف هذه المحادثات. كانت بداية المحادثات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة ناجحة جدا، لكن هناك محاولات لضرب هذا الحوار. أعطى القصر الرئاسي في كولومبيا أمرا إلى الوفد المعارض في المكسيك بقطع هذه المفاوضات، كما أمرت الحكومة الكولومبية بمداهمة شركة الأسمدة مونوميروس والاعتداء عليها لتوليد رد فعل من جانبنا وكسر الحوار. إيفان دوكي يائس ومجنون ومعزول ومهزوم. علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكوواس عضوية غينيا في المجموعة على خلفية الانقلاب العسكري في البلاد. وزير خارجية بوركينا فاسو قال إن الدول الأعضاء في المجموعة طالبت خلال القمة الافتراضية بعودة غينيا إلى النظام الدستوري وبإطلاق سراح رئيسها ألفا كوندي، كما اتفقت على إرسال بعثة إلى البلاد لمراقبة الأوضاع ولإعادة تقييم المجموعة موقفها بشأن غينيا. بهذا نصل إلى الختام، وفي تذكير بالعناوين: توتر شديد في السجون الإسرائيلية ومئة جريح بنيران قوات الاحتلال خلال قمع مسيرات تضامن مع الأسرى في الضفة والقدس. خسارة مدوية لحزب العدالة والتنمية في انتخابات المغرب وتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار وفق النتائج غير النهائية. وزير الدفاع التركي يلتقي قادة غرفة عمليات المسلحين التابعين لتركيا خلال زيارته أعزاز سوريا. المحكمة العليا البرازيلية ترد على بولسونارو وتشدد على أنها لن تتسامح مع أي تهديدات لسلطة قراراتها. الرئيس الفنزويلي يتهم نظيره الكولومبي بإعطاء أوامر للمعارضة الفنزويلية بوقف المفاوضات مع الحكومة. لمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.